معلومة خبر دقيقة صحية. استمعينا وعدناكم في دقيقة سابقة بذكر 7 مجموعات من الأدوية التي حذر الأطباء من أخذها في وقت الحر الشديد، ألا وهي بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض القلبية مثل مدرات البول وخافضات الضغط الشرياني، الأدوية المضادة للصرع والأدوية المضادة للصداع النصفي الشقيقة، بعض المضادات الحيوية كمركبات السلفة، وأيضا من الأدوية التي يحذر الأطباء من تناولها في الحر الشديد عقار الأسبرين بجرعات عالية تتجاوز 500 ميلي جرام في اليوم، وأيضا بعض الأدوية التي تعالج الكآبة ومرض باركنسون والسلس البولي.